أبنائي وبناتي وزملائي الجدد، زملاء المحاماة، ولكن نتطلع إلى أن تكونوا بإذن الله إضافة وقيمة نتوقعها سدادا لاستحقاق أسلافنا العظام الذين أمدوا هذه المحاماة بعطائهم وبتقاليدهم وبكل القيم التي نستمسك بها، وهي مسؤولية عظيمة كانت تقوم أساسا على بعض الالتزامات القانونية والتقاليد والقيم الراسخة للمحاماة، لكن منذ سنوات قليلة أضيف للمحاماة استحقاقا ثالثا ألا وهو الاستحقاق الدستوري. لم يعد للمحاماة تقاليد وأعراف فقط ولا تشريع فقط، ولكن نصوص حمائية دستورية تؤكد دور المحاماة وقيمتها في المجتمع وأهميتها في المجتمع وحرص المجتمع على دعم المحاماة، هي التي خصصت في هذا الدستور فصلا اسمه المحاماة. إذن فنحن أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية جسيمة، فيها استحقاق دستوري، فيها استحقاق تشريعي، فيها استحقاق للقيم والتقاليد المجتمعية اللي بتنظر للمحاماة الآن نظرة الأهمية. وهذه النظرة تلقي عليكم مسؤولية كبيرة، مسؤولية في أن تكونوا قدر هذا الاستحقاق، قدر الاستحقاق الدستوري وقدر الاستحقاق التشريعي وقدر الاستحقاق المجتمعي. هذه المسؤولية هي التي تتحملونها اليوم. من الآن أنتم مسؤولون عن أن تثبتوا للعالم أن المحاماة نهر لا ينضب من العطاء ومن القيم والتقاليد، نهر لرسالة عظيمة كبيرة تدفع المحامين للدفاع عن حقوق المواطنين والدفاع أيضا عن حقوق الوطن سواء بسواء. الدفاع دفاع المحامي عن الفقير والغني وعن الضعيف قبل القوي، لا يمكن تحت أي مظلة يمكن أن نبرر أن المحاماة هي وسيلة للارتزاق أو للحصول على الأموال أو للاحتراف. فالمحاماة قيمة كبيرة، قيمة كلية كبيرة، تحمل كل القيم النبيلة في المجتمع، تحمل كل قيم النبل المجتمعي، الحرية والديمقراطية والشرف والأمانة والمسؤولية، كل هذه القيم مجتمعة في المحاماة. لذلك يجب أن تكونوا قدر هذه المسؤولية، قدرها بأن تعلموا أنفسكم وتثقفوها وتؤدوا معاليكم من استحقاقات في زيادة ثقافتكم، لأنه بالقطع الكم القانوني اللي أنتم درستوه في كليات الحقوق ما يكفيش لأي حد، لا يبقى قاضي ولا يبقى محامي. اللي عايز يبقى قاضي ولا عايز يبقى محامي لازم يقرأ ويكتب ويطلع ويبحث ويدرس، سواء دراسات رسمية أو حتى دراسات غير رسمية، من أجل أن يثقف نفسه ويتعلم، يتعلم من أساتذته ويتعلم من زملائه ويتعلم من ما يجري حوله من محاكمات، ما يجري حوله من مقالات، ما يجري من أحكام، ما يشاهده في المحكمة من مناطق خلافية. غرف المحامين كانت منذ زمن طويل مكان للحوار والنقاش والمناظرات القانونية، اللي احنا كنا في شبابنا كنا بنسمع أساتذة كبار كانوا بيتكلموا وبيختلفوا أمامنا علشان احنا نتعلم، علشان احنا يبقى عندنا إضافة. كنا بنحرص مش نأدي، مش نروح المشوار ونروح، مش نروح نجيب التأجيلة أو نحضر الجلسة ونمشي، لما نقعد علشان نسمع المحامين بتقول ايه، فوت المحامين في القانون
المحامي بيترفع ازاي قدام المحكمه الجنائيه، بيترفع ازاي قدام المحكمه المدنيه، بيؤدي واجباته، بيختلف ازاي حتى مع زملائه. كل هذه القيم التعليميه يجب ان تحرص على ان تؤديها. احنا هنقدم لك معهد للمحاماه، لكن المعهد ايضا لوحده مش كافي، لازم انت تبحث عن سبل تثقيفك الذاتي، مش بس الثقافه القانونيه وانما ايضا الثقافه في مختلف العلوم والفنون. المحامي الناجح المتميز هو اللي عنده ثقافه متميزه، ثقافه متميزه تفوق او تزيد على الجرعه القانونيه اللي حرص عليها او اللي اداها او اللي استحقها. يقرا في الرياضه ويقرا في الفن ويقرا في التاريخ ويقرا في الجغرافيا ويقرا في الفضاء، يقرا في كل حاجه، لانه ده بيوسع مداركه. اتنين، بيديله عمق اكثر من غيره، بيميزه عن اقرانه، يعني يبقوا الاتنين متميزين في القانون في مستوى واحد، لكن بيفرق ألف عن به في أنه ألف لديه ثقافات أكثر، لديه علوم أكثر، لديه معرفة أكثر، لديه لغات أكثر. كل عناصر التفوق دي هي دي اللي أنتوا يجب أن تحرصوا عليها، لأن أنتوا في حالة سباق، حالة سباق مستمر، وحالة أيضا تعلم مستمر. ما تظنوش أنه المحامي يصل في يوم إلى أنه يصبح عالم بكل شيء، ما فيش ده. احنا بنتعلم كل يوم، بنتعلم من اساتذتنا، بنتعلم من زملائنا، نتعلم حتى من اخطاء تلاميذنا، بنتعلم منها وبنستفيد من هذا الخطا انه لا يتكرر ولا يجري بشانه التفاف. لا يقل اهميه عن الجانب الموضوعي والجانب التثقيفي الجانب المظهري، الشكل. يعني في النهايه مظهرك هو عنوانك الحقيقي، لا يمكن ان تكون بهذه الثقافات اللي احنا تحدثنا عنها وبهذه القيمه وبعدين بتروح المحكمه بقميص او تيشيرت وبنطلون جينز وجزمه مش عارف ازاي، او المحاميه تبقى مش عارف لابسه ايه. المظهر قيمه، هي عنوانك. اذا انت ما حرصتش على ان يكون هذا العنوان صحيح لمضمون صحيح، تبقى بتقصر في حق نفسك وبتاذي زملائك وبتؤذي هيئتك. يعني المحامي ما ينفعش يبقى بغير هذه البدله كاملة. واحنا منبهين حتى في معهد المحاماة، انا لاحظت في بعض الدورات قالوا لي انه في محامين بتيجي تسجل وهي يعني لابسة اي حاجة علشان تحضر محاضرة. ممنوع، مش هتحسب له حضور، حتى اللي هيحضر مش هيتسجل، لكن حتى الحضور مش هتبقى ضمن نصب او النصاب اللازم له في الحضور. فالمحامي ملتزم بالبدلة الكاملة، ملتزم بكامل هيئته علشان يحافظ على وقاره الذي لا يقل تحت أي ظرف من الظروف عن وقار القاضي أو وكيل النيابة. أيضا المحامية مش مطلوب منها تلبس زي محدد، مش مطلوب منها نقول لا نقاب ولا حجاب ولا غيره، لكن بنقول الحد الأدنى من الاحتشام اللي بيحمي البنت من أي عدوان بصري أو ذهني لدى الآخرين تجاهها. كلما حافظت المحامية بقدر الاحتشام العالي لديها في أن تحمي نفسها وتحمي وتعصم نفسها من أن تكون محلا حتى للعدوان الذهني، وأنا أسميه عدوان ذهني، أنه أن يفكر أحد بسوء في هذه المحامية أو في هذه السيدة. مجرد التفكير السيء يجب أن احنا نتوقعه. وأنا شايف أنه بناتنا متربين كويس بشكل مظهرهم، يعني أنا سعيد بيه وحريص ان انا اؤكد ده، لكن احذروا الملابس الضيقه والمنازل الشفافه والقصيره وغير ذلك من الامور التي لا يجوز ان تكون في المحكمه ولا تكون في المكتب ولا تكون في النيابه، ولا تفرقوا بين ان تكون بتؤدي واجبك في المحاماه في مكتبك او في المحكمه او في النيابه او في الخبراء او في قسم الشرطه او في مديريه الامن، كل هذه الاماكن او حتى في تنفيذ حكم، كل هذه الاماكن انت يجب ان تكون بقوام المحامي وشكل المحامي وهيئة المحامي وقيمة المحامي ومظهر المحامي. إذا حرصتوا على ده بالقطع هيساعدكم كثيرا على أنكم تدخلوا في صفوف المتميزين المحترمين اللي احنا حريصين ان احنا نشوفكم على هذه الصورة دائما وبإذن الله مستقبلا. احنا هتستهلوا حياتكم المهنية بعد أداء هذا القسم، وهي مسؤولية عظيمة. أرجو أن وأنتم ترددوا القسم خلفي أن تدركوا المضمون الحقيقي لكل كلمة من كلمات هذا القسم وهذا اليمين، لأنها لو تعلمون عظيمة، وبالتالي أتمنى لكم التوفيق والسداد.